العلمين ليست مدينة عادية، لهذا لم يكن المهرجان الذي يحمل اسمها عادياً أيضاً. أعطى الرئيس إشارة البدء فيها قبل 6 سنوات، وخلال هذه الفترة القصيرة تحولت الصحراء إلى واحة تنبض بالحياة ومنطقة عصرية شديدة الحداثة والتطور. فالمهرجان الذي انطلق للمرة الأولى في العام الماضي نجح خلال سنة واحدة في أن يحتل موقعاً بارزاً على خريطة الفعاليات السياحية والترفيهية، وصار مع نسخته الثانية التي انطلقت في 11 يوليو وتستمر حتى 30 أغسطس الحدث الأهم في مصر والشرق الأوسط. صار مهرجان العالمين الجديد رقماً صعباً في أجندة المهرجانات المحلية والإقليمية، ونقطة جذب بارزة لنجوم الفن والإبداع وللجمهور من كل الفئات والأعمار والبلدان. وفي الدورة الثانية يحتضن المهرجان قائمة طويلة من الأنشطة والفعاليات على مدار 50 يوماً، مع توقعات بوصول عدد زوار إلى 2 مليون شخص بعدما كان 1 مليوناً في الدورة الماضية. ويعود الفضل في هذا لطبيعة المدينة وموقعها المميز وبنيتها التحتية المتطورة، ولجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتنظيمها العالي المستوى للحدث، وتنوع برنامجه بمزيد من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية التي يندر اجتماعها في مكان واحد. التنوع أحد أبرز سمات مهرجان العالمين الجديدة، لأن منظميه أرادوا منذ اللحظة الأولى أن يكون حدثاً شاملاً يقدم كل ألوان الفنون والإبداعات ويحتضن كل أفراد الأسرة ويرضي كل الأذواق والتفضيلات. وهكذا تجتمع الموسيقى والغناء بباقة من أبرز النجوم والفرق اللامعة مع حفلات الهواء والأندرجراوند، مع المنافسات الرياضية في قائمة طويلة من الألعاب تتجاوز معها أنشطة وزارة الثقافة المميزة في الفولكلور والتراث والموسيقى والفنون الشعبية والرياضات الترفيهية الممتعة مثل الطيران الشرعي باراموتر وسباقات السرعة والسيارات. ويقدم المهرجان في نسخته الثانية عدداً من الأعمال المسرحية البارزة بمشاركة نجوم لامعين مثل كريم عبد العزيز، نيلي كريم، وأشرف عبد الباقي، وحسن ردادة، بجانب تجارب شبابية مميزة من عروض قصور الثقافة والبيت الفني للمسرح، كما يستحدث تجربة مميزة وغير مسبوقة من خلال مهرجان نبتة للطفلة الذي يقدم أنشطة ثقافية وإبداعية وورش في الحكي والرسوم المتحركة وصناعة الأفلام بغرض التثقيف والترفيه وتنمية وعي النشء واكتشاف المواهب والثقة لها. كان للموسيقى نصيب كبير في المهرجان، فقدمت الشركة المتحدة خططا متكاملة لإحياء ليال غنائية مميزة ومتنوعة عبر مشروعات راسخة مثل محمد منير، قادم الساهر، مجد الرومي، وعمرو دياب، وتامر حسني، بجانب فرق بارزة كمسار إجباري وكايروكي وطبلة الستة، وتجارب نوعية مختلفة من خلال الفرق المستقلة ومطرب الراب والأندرجراوند. وفي الرياضة شهد المهرجان مباراة لأساطير الأهلي والزمالك ومنافسات في الطائرة والسلة والبدل وكرة القدم النسائية وغيرها، وعروضا للألعاب المائية والطيران الشراعي وسباقات القوى والسيارات. ولم يكن الشباب غائبين عن الحدث، فقد استقبل المهرجان بعثة مصر البارالمبية بمصاحبة وزير الرياضة لالتقاط الصورة الرسمية للبعثة، بجانب تنظيم زيارات وأفواج لطلاب الجامعات وذوي الهمم. واهتم المهرجان بالخدمات مثلما يهتم بالتثقيف والترفيه، فأتاح بالتعاون مع وزارة النقل خطوط مواصلات للمدينة من القاهرة والإسكندرية، وشهد إطلاق نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة لشارع الخدمات الصحية بباقة واسعة من الخدمات الطبية والقوافل العلاجية والمجانية، كما قدم خدمة الاستشارات الأسرية من خلال معرض تنمية الأسرة وضمن مبادرة شكاوى المرأة بهدف إتاحة الدعم الاجتماعي والنفسي للأفراد والعائلات، وتكامل جهود التوعية والترفيه مع رؤية بناء الإنسان وتنمية الوعي والحفاظ على التماسك الاجتماعي. قائمة طويلة من الفعاليات المتنوعة في كل الجوانب والمجالات وبكثافة ملحوظة لا يغيب عنها الاهتمام بالنوعية والكيف ورقي المستوى، وكلها تضافرت معا لتبرز مكانة العالمين الجديدة في موقعها الجغرافية وفي قيمتها العمرانية والاقتصادية والترفيهية، وتضفي على المهرجان طابعا
تكاملياً يجعله حدثاً مميزاً وفريداً من نوعه، يقدم المساحة الأكبر والأكثر ثراء في الإبداع والإمتاع، ويفتح مجالاً للمتعة والإبهار على مدار 50 يوماً كاملة.